السلام عليكم، معكم ماريو جيمنج 76. النهارده يا شباب، السلام عليكم، معكم ماريو جيمنج 76. النهارده بنلعب لعبه ماينكرافت. اوكي يا شباب، ده الجزء الثالث، يلا بينا نبتدي لعبه ماينكرافت. اوكي، نعمل الدور الجديد اللي احنا كنا هنعمله، ويلا بينا يا شباب. اوكي، البرنامج اللي انا بستخدمه ده اسمه موزايفين، بس انا مش عارف هو برنامج يعني حلو جدا، ف لما تيجوا تتفرجوا على الفيديو هتلاقوا الاسم بتاعه. ويلا بينا يا شباب. اوكي، احنا كده يا شباب عملنا كل حاجة تمام التمام. هنا عندك مولتي بلاير، تقدر تخش مع فريندز اللي هو مكتوب فريندز اوف فريندز. ويلا بينا نبتدي يا شباب، متحمس جدا. هو برضو يعني البيت بتاعه اتمسح، يعني هي ماينكرافت شكلها فيها حاجة غلط، فيمكن عشان كده. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا العالم حلو ورايق ازاي. اوكي، برمانك ده استخدموه، برمانك مش بيعلق يعني. اوكي، بسم الله، احنا بنبني البيت بالدايموند كل عادي. اوكي، رجعت لكم تاني، كنت بس بجيب الادوية اللي انا كنت بجيبها. فيلا بينا. اوكي، بسم الله، نفس البيت بس انا مش حافظ بيت كويس. اوكي معلش، ارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني يا شباب عشان كنت بجيب الجلاسس. اوكي، نشيل المنج نحطه كده بس. ممكن يا شباب الفيديو ممكن ينزل على اليوتيوب، انا متأكد جيب كمان، بس البنين دي مش عارف منه حاجات اصلا، اول مرة استخدمه. اوكي، بسم الله. اوكي، بصراحة يعني اللعبة خرافية جدا اوي يعني. اوكي، ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان نسيت اقول لكم. اوكي يا شباب، انا اقول لكم اسمي الحقيقي، ماشي؟ اقول لكم اسمي الحقيقي، اسمي عمر، ده اسمي الحقيقي بجد، اسمي عمر. ايوه، لو مش عارفين اسمي عمر اهو، انا قلت لكم انا اسمي عمر. اوكي، البطارية حاسسها هتخلص دلوقتي في الموبايل. موبايل ممكن يفصل. اوكي، انا هعمل بقى السيف المرة ده، مش طويل قوي يعني، مش هطول في الفيديو يعني. اوكي، هرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني، كنت بس بعمل البتاع ده. احنا هنعمل السيف جدا كده حلو جدا. اوكي، هرجع لكم تاني. اوكي، رجعت لكم تاني. اوكي، بسم الله، خلينا نبتدي نعمل السقف. هعمل بس الحيطان والازاز بسرعه وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني يا شباب، كنت بعمل بس الازاز. انا قلت بلاش بقى حيوان تدخل بيتي مره تاني. ايه يا شباب، انا مش فاهم، انا بحبش كده. اكتر حد بحبش حد يدخل البيت الحيوانات هنا. اوكي، البرمنج بصوا لا مش بتعلق. البرمنج يعني بصراحة حلو جدا. البرمنج ده كنت في الاول مش بحبه، بس بقيت احب البرمنج من اكتر اول ما استخدمته، يعني بقيتش ولا حاجة علقت اصلا. تخيل كده، يعني كنت البرمنج ده بحبوش، ليه اكره حاجة طلعت حلو اكتر من البرمنج استخدمه. وحش الفايمنت ريكوردر ده، برمنج وحش جدا جدا. ايوه، تخيلوا كده، برمانج وحش، يعني قلت على البرمانج ده وحش، استغفر الله العظيم يا رب. يعني الحاجة طلعت حلوة وفي الاخر يعني اقول عليه وحشة، ليه يعني ليه اطبع في 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 برمانج وحش؟ يعني ده احلى بكتير. اوكي، حتى واخد سنين شوت لماينكرافت عشان بحب لعبة ماينكرافت. طبعا كلنا احنا بنحب لعبة ماينكرافت، اكتر لعبة مشهورة في العالم يعني. اوكي، بسم الله.
بصوا شباب، اللعبة فلوس بس نزلوها من تطبيق اسمه هابي مود. هابي مود هينزل كل لعبة، بس انا منزل لعبة اسمها ماين كرافت مود، كنت حاسسها مود منيو عشان كنت عايز المود المنيو. فخلاص بقى، هو ماين كرافت مود منيو خلاص، نزلوا بقى ماين كرافت من هابي مود. هيكتب لك كده مش عارف اسم اللعبة ايه، مش عارف يعني كان كاتبها بحرف ايه حاجة كده، بس مش عارف. اوكي، لو عايز تنزلوها في برنامج اسمه ابوستوم، مش عارف اسمه ايه، اي بي كده، اي بي اي او مش عارف ايه. اوكي، هو البرنامج ده برضو بينزل لعبة ماين كرافت، اي لعبة مجانا حوالي كده يعني. بصراحة البرنامج جدا برضو حلو، اي تطبيق ينزل لك العاب مجانا بدون انك بقى يعني الالعاب بتاعتك بفلوس، وانت عايز الالعاب بتاعتك تبقى مجانا. عندك تطبيقين ينزلوا لك الحاجة اللي انت عايزها على طول. اوكي، هنا بقى نعمل الجلاس. اوكي، رجع لكم تاني، رجعت لكم تاني شباب. اوكي، بسم الله. اوكي، ارجع لكم تاني، هعمل سفر ارجع لكم، ارجع لكم، رجعت لكم تاني، عملت السقف بسرعه ورجعت لكم مره تاني. وهنحط التورش. اوكي، يعني ليه البتاع بتنزل؟ اوكي، بكره عامل لكم الجزء الرابع من لعبه ماين كرافت. اكتبوا لي في الكومنت، لو عايزين اكتبوا لي في الكومنت عايزين يا عمر الجزء الرابع من لعبه ماينكرافت، بس مش عايزه البيت يتمسح. انا مش عارفه هو بيتمسح، يمكن في حاجه شباب غلط في لعبه ماينكرافت فعشان كده الدور بيتمسح. فبكره هعمل لكم بقى المكان الزراعي ده ان شاء الله. اوكي، نحط حمام الشاس وده كده والمكتبه. هنحط ده كده وهنحط اوكي، حطيت ليت ايزي كرافت تيبل، هنحط دول، نحط دول. اجيب لكم يا شباب الضلفه، وارجع لكم تاني. اوكي، رجعت لكم مره تاني. اوكي، اللي الارض بيريح في اللعبه. اوكي، انا ممكن اشيل الكرافت تيبل واحط هنا الشيست، ممكن احط هنا الكرافت تيبل، حط هنا كمان تورش. اوكي كده حلو تمام قوي، وممكن اعمل لكم بتاعه الزراعيه وبس كده يعني على طول يعني. اوكي، ايه بتاع واحد معلش، اجيب الفرس والحاجات وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني، كنت بجيب الحيوانات. اوكي، هنام في اللعبه دلوقتي واصحى وعمل مكان الزراعي. اوكي، هو الصراحة كده مش عارف لما بصحى ليه بيعمل كده. اوكي، بسم الله، هنام يعني حبة صغيرة. رجعت لكم مرة تاني. اوكي يا شباب، رجعت لكم مرة تاني، هنام بقى المكان الزراعي. اوكي،
كده تمام قوي. ما تنسوش ده المكان الفتحة كيف حرف صغير تمام ماشي، بس لا ما تنمتش ثاني هحطك واحدة كده كده تمام قوي. اوكي كي شباب ادخل بيت ارجع لكم تاني. اوكي رجعت لكم تاني وكده يكون نهاية المقطع. متنسوش اللايك والاشتراك، فيلا سلام.